رجعنا من جديد في سبيرميكس نحكيو على بقية المقابلات مع ضيوفنا أحمد الصالحي، علي الكعبي، مروان تاج، وجدي السيد. خلينا نبدا معك انت سي وجدي، نحكيو على مقابلة الكلوب باش يواجه اليوم في المقابلة نتاعو فريق ترجي جرجيس، قمة المقابلات، وزوز فرق الأولانيين بتسعة نقاط. خلينا نعطيك حتى تشكيلة نتاع الكلوب باش يكون فيها تغيير وحيد بارابور التشكيلة اللي لعبت المقابلة الماضية، فقط من غير ما تقيد سي وجدي، باش يدخل بلال ايت ملك باش يمشي على اليسار بلاصة الخضراء، ويدخل الأوغندي سيما كولا في الوسط بلاصة ايت ملك. ما عندهمش نفس المواصفات، سيما كولا يلعب متأخر شوية يعطي إضافة كبيرة برشا، فهمتني؟ معناها يلعب ريجيسور ريجي باس، معناها يلعب ريجيسور تيلي شويه، يمكن يكون يعوض احمد خليل، يمكن معناها ناحيه مواصفات يعني فهمني اكثر. وانا في مكان المدرب هو يعرف شو يعمل بالطبيعه. ايت مالك احسن لاعب تو في النادي الافريقي، غير له المركز نتاعو، صار معناها اكتشاف مهم، واكتشاف صار جدا يعني حتى الجمهور النادي الافريقي، وشفنا في الاداء وفي النتيجه. يعني ايت مالك قدم اضافه كبيره برشا وقت اللي يلعب خلف المهاجمين، باش ترجعوا توا على اللي صار. مانيش عارف اسكو باش نخسروا ايت مالك في الوسط ولا لا، هذايا باش تولي معناها نقطة استفهام كبيرة بالنسبة للمدرب إذا كانت التشكيلة يعني ثابتة 100%. محتملة محتملة في مستير ايت مالك، هذيك تستحق. لا لا، هو استاج وورد كولوار يلعب، أما قلت لك باش تخسروا جانو توا سي لو ميور جوار كي يلعب معناها خلف المهاجمين. الأوغندي ولا مؤشرات به، يمكن حب يلقى له بلاصة في وسط الملعب. الخضراوي ماهوش فورما، قاعد يلوج في التشكيلة الأنفت، كيف جرجيس ماهيش قفصة، أفضل من قفصة، يمكن حب يقوي الوسط نتاعو. لهنا قراءتك أنت، يقوي الوسط نتاعو، تخسر آية مالك في الناحية الهجومية معناها فهمت. والخضراوي شكون قال لك ما تكونش الانطلاقة نتاعو يعني ضد جرجيس. دونك شوف راهو في النادي ديما نحكوا على تشكيلة محتملة، شوف النادي الأفريقي، ريت النادي الأفريقي تم تقريبا زوز ماكسيموم ثلاثة ملاعبية ثابتين في الروندمون نتاعها، البقية كل مازال المدرب ما لقاش التشكيلة الصحيحة. راهو حتى على اليمين وعلى اليسار، على اليمين ثم زوز ثلاثة فهمني، على اليسار كيف تلقى سهيلي، تلقى الوليد شو اسمه ديدوف، تلقى في الوسط احمد خليل، تو سي مايكولا ولا يهدد في معناها ينجم يكون هو التيتولير الصغير، قاعد نازل المستوى نتاعو. زمزمي مره يلعب مره ما يلعبش، اصرار في مازلنا ما شفناش اصرار في نتاع اللي نستناو فيه منه. الخضراوي مازال جات الاصابه صحيح، لكن مازلنا ما شفناش يعني الخضراوي. ايدو حدث ولا حرج فهمني، لاعبين مصاب ايدو لا حتى قبل الإصابة فهمني. اللاعبين الوحيدين هما علي يوسف وبن عبده بصراحة، اللي كانوا معناها قارين في اللعب تاعها، جات الإصابة صحيح متاع علي يوسف، لكن بوعبيدي نجم يعوض علي يوسف. دونك لاكس تاع النادي الإفريقي ما تخافش عليه. الإشكال وين؟ وأنه اللاعبين ضمه كل كان الأبواب مفتوحة بالنسبة للاعبين، كل نجموا يكونوا لاعبين أساسيين، لكن تغيير طريقة اللعب وتوظيف اللاعبين إن شاء الله ما يضرش بالنادي الإفريقي. مباراة صعبة، ترج جرجيس راهو احنا تو لينا نحكيو على قمة. أول مرة نسمع أنا في البطولة التونسية قمة بين ترج جرجيس. مادام زوز لولانين أي لا معناها هذا حاجة باهية، بالعكس نفرح كي راه ترج جرجيس في المرتبة الأولى ويقدم في أداء وعنده تسعة نقاط ثلاثة على ثلاثة. اي ميسالش، لكن ميسالش تعمل ديبار قوي برشا حاجه باهل ترجي جرجيس فهمني، لكن هذا يسمى يعطي دفع، بالعكس يعطي دفع للجمعيات الاخرى وكل شيء، رغم انه المشاكل نتاع جمعيات صغيره كبيره وكبيره برشا باهي برشا، وانه ترجي جرجيس قاعد يجيب في تسع نقاط في ثلاثه مباريات حاجه باهي. انا بشوفه ماتش ممتاز، ماتش يعني زوز عندنا احسن دفاع النادي الافريقي ما قبل حتى هدف. في بعض الاحيان الارقام راهو عندها معاني كبيره برشا. الارقام قبل في بن قردان، لا انا بالنسبه لي انا الملعب قبل الاهداف. شوف على الورق ما قبلش، على الورق ما قبلش، ما تقول لي ما ربحش ثلاث مباريات، ربحت ثلاث مباريات ولا هكا هو دونك ما قبلش. خمسه غيابات من وين في تشكيله الكلوب، علي يوسف باش يكون غايب، كيف باش يغيب ايضا ملاعبي اخرين، معناتها ايدو مصاب، رامي البدوي كيف لا سامحني بربي ايدو راهو سامحني ايدو كي تشوف انت حمدي العبيدي بزاف تفكر في ايدو. حمدي العبيدي يعمل لك باس ديسيزيف، يدخل معناها تيتولير باس ديسيزيف ويسجل لك هدف. مش فرد بروفيل والبروفيل تاع حمدي العبيدي هو اللي يصلح للنادي الافريقي. النادي الافريقي حاسها باللاعب الهداف اللي يكمل ويحط الكره في الشبكه، ما حاسش باللاعب اللي الافكتيف تاع الكلوب اليوم. عاش مؤثر الغيابات كيما السهيلي كيما يدو كيما البدوي، ظل فما افكتيف اليوم في الكلوب.
اكيد سيرتو انا ممكن خنكون واقعين، ممكن انا باش ياثر شويه الغياب نتاع الليبي علي يوسف. علي يوسف فما بعبيد في الاكس، بعبيد ممتاز. اي ما نحكيو اليوم على استراتيجيه كما نقولوا، كما كنت انت تحكي سي وجدي، اليوم فريق ما قبلش اهداف. نحكينا توا مع تقاعد المدرب يظل يخدم اكثر على من ناحيه الدفاعيه. صحيح اليوم عندك موجودين دي كاليتي قدام، انا نقول على حسب الافكتيف اللي راه اليوم. كي ترى شوف اسلام ترى سراج في العبيد يقرب يدور عرفاوي ايت مالك القدام يظل حتى باش تقول لي انت اليوم بارت بوس باش تتبدل. صحيح كان ايت مالك رينيغ تحت لاتاكون كان عطيه الحريه التامه المدرب، ممكن اكتشاف جديد في البوست هذا، وان شاء الله معناتها بالبوست هذا ممكن نراو ايت مالك في المنتخب، خاطر فما مؤشرات تقول ممكن نسبه كبيره باش يكون في الليست. كراسه بيتوني الحقيقه اللي لقى اكتشاف البوست هذا ينجم يكون غادي، ما يمنعش اليوم النقائص. لو كي تبدا تلعب اليوم في فريق بي سواء في الترجي في النجم، ديما ال 18 ملاعب راهم تيتولي في الفريق نتاعهم. احمد انيس بوجلبان خدمه كبيره في جرجيس قاعد يعمل. والله هو انيس بوجلبان مش جديد عليه، معناتها تألق المحطات اللي تعدى بها كلها خلى لمسه سواء في النادي الصفاقسي ولا في سليمان، لكن دائما ما يكملش المشروع نتاعو. دائما انيس تجيه معناتها اشياء تخليه ما يكملش الخدمه اللي خدمها. انا في تقديري المباراه هذه باش تكون معناتها مقياس نوعا ما، مش مقياس حقيقي، لان من الكيبات الزوز سواء النادي الافريقي والا الترجي الجرجيسي ما لعبوش ضد فرق تقريبا من المستوى العالي، معناتها اصطدموا بفرق مستواها ماهوش مستوى كبير. نجم يكون الترجي الجرجيسي بالمستوى نتاعو يكون منافس جدي للنادي الافريقي، وكيف كيف الترجي الجرجيسي باش تظهر بوجهها الحقيقي، لانها باش تلعب ضد فريق تقريبا جاهز. الحاجه الباهيه في النادي الافريقي اضافه اللي كان يحكي فيه كابتن وجدي، النادي الافريقي عنده مدرب قاعد عارف شنو يعمل، تحس فما ان بروجي جو موجود في النادي الافريقي في طريقة خروج الكرة في اللي سيركوي نتاع اللعب. المشكل نتاع النادي الافريقي الحالي وين؟ انا في تقديري هو في الاجريسيفيتي نتاع وسط الميدان. وسط الميدان نتاع النادي الافريقي كتنحي منه احمد خليل، اللاعبين اللي موجودين فيه كسوا الصغير والا الزمزمي ما يفكوش الكرة، ما يعرفوش يبريسيو. حاجة اخرى زاد اللي جوار دو كلوار منتظر منهم مردود اقصى ما ينجموا ياخو منهم المدرب، خاطر اصرار فيه والا الزعلوني بصراحه مستواهم بعيد ياسر، بعيد ياسر على النيفو اللي يلزم يكون في النادي الافريقي. مارينا حتى اجتهاد، حتى كيرموا مع بعضهم ما فماش كلي دي دوبلومون، ما فماش اصرار في يدخل عمق ويخلي الزعلوني الكولوار باش ما ينجم يلعب فيه. النادي الافريقي اللي نقولوا الى حد الان راهو من المبكر جدا تقييم مردود النادي الافريقي ولا الاهداف نتاعو السنه هذه. ثلاثه ماتشات راه ماهمش ريبي اوروبير وماهوش مقياس، وحتى ماتش ترجي الجرجيسي مازال ما تحكموش. ارى الهدوء وما يلزمش الناس تتخمر. بالله نحيونا يا بربي احمد، بربي بنوضحوا بجاه ربي، راني ما نحبش نسمع العوج. ما نقصوش الميريت نتاع الترجي الجرجيسي، تقول ما لقيناهوش اليوم يلعب ضد فريق كبير، خاطر المحترفه نتاعنا البطوله المحترفه نتاعنا الكل متقاربه راهي جمعيات. نحيونا كل مره كل يوم تحيون ميريت، خاطر اليوم جمعيه في الاولى. والله ما زلت ما لعبتش لا الترجي لا الافريقي، نعرف انا مخك كيفاش يخدم. واليوم اللاي الافريقي والله الافريقي اليوم ما لعبتش ضد الترجي، ما فماش ماتش كبير يستحق الميريت. الكل راهي كلها كيف ليكيب نحيونا التجارب ونحيونا كل مرة تفرشونا. أحمد خان جاوب طيب مثلا اليوم كيما بادية مثلا كيما قفصة كيما بادية معناتها باجة كيف معناتها نسألك حاجة باجة تسع نقاط قفصة صفر النقطة كيف أنا تراجي رياضي الجرجيسي كان في المرتبه كان في الديفيزيون 2 اليوم لو جو كيف تاعو مش شيز الشامبيونا هكا ولا شكون لازمهم يربحوا الكونكورونس تاعو ديريكت هكا ولا اليوم ربحت لك قفصه وربحت لك المتاو وربحت لك ستار اش تحبوا تعمل اكثر من هكا استنى فيها تحب تربح الكلوب والاسبيرونس باش تقول والله يعني طلعت جرجيس جمعيه خايبه يبيه بشويه نتكلم بشويه واضح هو الناس كل فرق كل راه مازلنا ما شفناش باستثناء اسبيرونس شفناش ماتش كبير شفناش ماتش معناها ثم معناها مواجهه كبيره برشا باستثناء ستاتونيزيان والترجي الرياضي. مازال المباريات الكبيره هاي جايه مازال القدام مازال نحن في ترسم جورني زعلوني زعلوني تو عنده منافس الغريسي فهمتني وسهيلي عنده ديدوف هذا ما كانش موجود في النادي الافريقي المنافسه فهمني احمد خليل عنده سيمايكولا وغيره الصغير عنده زمزمي وغيره يعني المنافسه هذه هي راهو اللي باش تحسن من مستوى اللاعبين يعني الفريق كامل معاك سيدي علي نختموا على الماتش هذا ماتش انا هو الكلوب وجرجيس شوف فيك احمد يحكي وانت كانك مش موافق برشا لا 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 كلام احمد صحيح وكلام زاد سي كرتوشه صحيح
برا ريحة طاوة بشي شدوني كرتوسة بيه. لا 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 ما اللي تكلم يعطي كرتوسة أخي أخير أخير ما كل كلمة نقل كرتوسة أخير نحن في وقت الحرب والدنيا ماكلة بعضها كرتوسة بيه. خويا سلام كلامهم زوز منطقي بصراحة تامة. علاش سيمري هذا يقول لك مازال تشوف تعمل روبير ماتش، هذا ماتش روبير بالنسبة لزرزيس وهي النادي الفريقي، خطر ستامبورسو النادي الفريقي وخارج ميدانك، باش انت كبوش البان باش تقيم جمعيتك فين مع الكاليبر اكبر نسبيا منك انت صح. وبالنسبه لكلابو، كلابو صحيح زاد مروان خويا عملت رو ماتش ترو فيكتوار، وانا شنو الاوبجيكتيف نتاعي كزرزيز؟ الاوبجيكتيف نتاعي نكون بعيد على المانتيا كما قلت كل مانتيا في المولي تابلو هذا المانتيا، كي نعمل ديبار باي كما قلت انت قبيلك عندي 9 بونتو في البنك مع شكون؟ مع المنافسين اللي لعبوا نفس الكاليبر نتاعي زوز مهم. يعني صحاح مهم جدا. المهم هو انا شفت النادي الفريقي مع بن قردان بصراحه شفت ثم واضح تخطيط نتاع مدرب، ثم وقفه نتاع فريق سور البلان اوفنسيف، اغلاط صارت سي فري زوز بونتو كما كنت تحكي على اغلاط فرديه سي با اغلاط يعني جماعيه سور البلان تكتيك واف. لكن ثم فكر نتاع مدرب مع توا المدرب يكملوا اللاعبين كلهم المتاهلين، تنساوش نحن حكينا معك انت في اذاعه اخرى حكينا على الوليد نتاع اللي قلت لك انا شبه ساكا العباد دارت عليا صحيح وباش يدخل هذاك تشوف ملاعبي باش يعطي حلول كبيره في كين زومبي زومبي مازال مش متاهل مستوى كبير كبير جدا الوغ يقف المدرب على تشكيله صحيحه فهمتي ولا مع الافكتيف اللي موجود على البنك ذول اللي نادي الفريق باش يكون رقم صحيح ما عادش عندنا بعد خمس دقائق وثلاثه ماتشات مازال توضيح برك يا اسلام سيدي علي وانت تعرف كملاعبي وانا عشتهم البريود هذايا في النجم الرياضي الساحلي وقتها هزينا بطوله راو اكثر عباد ربي اللي تقلق اللي بالاهلي كي باش ينزلوا الشامبيونات ماهيش لا ريسبيرونس ولا لو كلوب راو ليكيبات هذوما نتاع كيما نقول ما انت هذوما اللي قلقوا مع هذوما ريسبيرونس ولا لو كلوب ما قلقوش لي توالا لا احنا هنا هزيت الشامبيونات عشتو مع متس اسباني عمرهم اسمع عمرهم لا تقلقك ليكيبات الكبار راو اللي قلقوك اللي يحب يلعب على البطوله راهو ليكيبات هذوما كي تجيب لهم 3 بوينت سما طيب مروان سليمان والنجم الساحلي اليوم ديبلاسمون صعيب للاتوال بعد ما كان تقريبا دا الفريق فوز مهم الجوله الماضيه اليوم تنقل سليمان أول مقابلة في الملعب متاحة كيف تشوف الماتش هذا؟ بون سليم لعبات تتسائل اليوم خلنا جوست أنا باش نوصل معلومة اللي كونه قال لك اليوم كيفاش الملعب سليمان في 3 أيام أحضر لعبات حتى في سوسة كل لعبات يا ودي ما تعممش ايش اكلمك ايش اكلمك قول عدد من احبايا النجم الساحلي اي صحيت عندهم الحق انا مثلا ما تسألتش اي بيان سور قلت لعبات جماعة 4 أيام التالي تلعب في قربة مش في تيران ولي يحضر حضر اليوم في ثلاث ايام معناتها مش بالمعقول نحكيو فيه باهي كامل على الماتش هذا اليوم معناتها هذا راهو ماهوش باش ياثر على النتيجه كل شيء نشكوا فيه لا 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 بيان سور مي هذا اليوم كي نحكيو سليم خلنا واحد اما نرجعوا للمقابله اليوم صحيح النجم الرياضي الساحلي قبل ماتش طويل كان مطالب بثلاثه نقاط قبل الاداء خاطر نعرفوا الفريق محتاج ثلاثه نقاط عنده مده على ثلاثه نقاط سيرتو صحيح الاتحاد تطاوين معناتها نحترموه ماهوش كيما نقولوا الفريق اللي اليوم باش تفرح برشا بالربح نتاعو في النجم الرياضي الساحلي باحتراماتنا الاتحاد تطاوين رغم اللي كنت تقول مستوى متقارب بين النسق اللي انت شنو اي نحكي لك اي ما اليوم ما كان زاد النجم الرياضي الساحلي زاد فريق كبير ما نحبش انا الفرح 3 بوان راهي ما نحبش نفرح بها برشا اليوم خاطر الناس كل لازم تعاود تحط سقيه في القاع راك تنجم معناتها لا قدر الله ماتش خايب راه باش يعاود يدور عليك الجمهور وهذيك توا خايبه للفريق ما يتبقى ماتش باش يكون صعيب في ارضيه اليوم نعرفوا مستقبل سليمان على المباراه اللي قدمها ضد الترجي كانت مباراه محترمه عمل نول ديبلاسمون اليوم مش عاود يرجع التيران تاعو اللي مستانس به صحيح ملاعبيه النجم اليوم قاعده تاخذ في الريتم بشوي بشوي بار كونتر مازال فما برشا خدمه وبرشا وقت يظهر لي انا نقول المباراه هذه بالنسبه للنجم الرياضي الساحلي مستقبل سليمان نعرفوا اللي باش يبحث على 3 نقاط واليوم مهمين جدا النجم الرياضي الساحلي يقول انا ما تكون فيرمي ماتش تطاوين كان ماتش سليمان شوف سليمان راه بربي انت حكيت على الترجي الرياضي سليمان ضد الترجي راه سليمان ضد النادي البنزرتي ضايع انتصار في بنزرت راهو سليمان عمل مباراة كبيرة ضد النادي البنزرتي في بنزرت دونك قاعد يقدم صحيح ما انتصر في حتى مباراة لكن قاعد يقدم في موضوع جاي واجدي باش نقول حاجة أنا سامحني أنا شفتها مع الترجي سليمان مع الترجي ما شفتهاش مع زهبي لكن شوف
فريق عنده مدرب يعرف ايش قاعد يعمل. سي ريزامبول لو ما تعديهم عاش عندي وقت خلينا نحكيو كلمه على لقيت المقابلات لازم نساعدوه حاجه برك باش نقول كلمه صغيره والله ما تصورش قداش فرحان انا بال يتكلم بكل صدق وبكل حماس على النجم الرياضي الساحلي وشي يعمل كيف الحقيقة لكن تمناه زادة مع الملعب التونسي يكون في نفس السرار هذاك. سي واجدي الملعب التونسي السيابي نجم نقول حتى مقابلة محترمة جدا الزوز فرق اللي لعبوا نهائي الكاس الموسم الماضي صحيح يعني لكن ما عندهمش نفس الظروف. احنا الملعب التونسي شفناه يعني اخر مباراه يعني ضد الترجي الرياضي كان قدم مردود ممتاز جدا نجم نقولوا وضاع عليه الانتصار. ملعب تونسي كنا نقولوا انه فرط في بعض اللاعبين المؤثرين في الفريق لكن شفنا ضد الترجي الرياضي اللاعبين اللي عوضوهم يعني قدموا اداء جيد ونجموا يعني يفيدوا الفريق في المستقبل. انا واحد من الناس من الاول قلت الملعب التونسي مش باش يعمل سيزون باهل انه سايب اللاعبين نتاعو فهمتني المؤثرين وما عوضهمش وهذا اللي كان سايد يعني. لكن شفنا ضد الترجي الرياضي وانه ثم فريق ما نقولكش ثم دي سوبر ستار قاعدين يلعبوا لكن ثم فريق ثم اي فريق معناها ايكيب مجموعه فهمني سا سي تري امبورطون راهو تنجم تعوض يا اخي قبل احنا كنا نعرفوهم بن عبده اللي تبع من قريب يا اخي بن عبده وخضراوي وغيره عرفناهم من الملعب التونسي تشهروا معناها ولا وكل شيء تو الملعب التونسي اللي اون تران دو معناها فورمي نوتر ايكيب قاعد يكون في فريق اخر وناجح وماشي في الثنيه الباهيه على العكس سي بي تو لا فاز بحتى ماتش ما ربح حتى ماتش عنده زيرو فيكتوار دونك وهذا بدايه يعني صعيبه برشا بالسي بي الميريت نتاع كنزاري زاد شوف قديدة كان معنا زاد هذاك الفريق القومي نتاع الأوس فقط أحمد كامل معاك كلمة على بيجا والعمران كيف زود فرق يقدموا في مستوى محترم في بداية الموسم. صحيح العمران يعني حتى ملاعبي معناتها محترف أجنبي يعني عمل نتائج بصراحة فوق التوقعات إضافة إلى النتائج زاد الشكل اللي يلعب به الفريق تحس فما لطفي القادر يعطيه الصحة عمل بروجي جو معناتها يتماشى مع إمكانيات الفريق. ما نحكيش على باجة بصراحة يعني المدرب لابن باجي يعني فريق تقريبا في التحضيرات متاعه من الأول يعني مشاكل تحصل ولا العد النوعية متاع الملاعبية الفلوس ما فماش مشاكل مادية مشاكل على كل المستويات ويعطيه الصحة برافو لي نسيف البيوي رغم الظروف الصعبة كل حاجة هذاك كان يدرب في السيوتي في الأصغر مدرب مجتهد بكيفية كبيرة. أما المشكلة وين سيد علي توا السؤال اللي تطرحه هو هل سيتمكن أولمبي بيجي والترجي الجنسي والكيبات هذوما العمران من الاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية ولا خاطر عشنا قبل تجارب فريق يكمل في سيتي بوزيد وجندوبة الأولانيين الثانيين طاحوا في السؤال اللي هذا الأهم أكيد سؤال معناها سؤال باش نختم به سؤال علاش المدربين هذم مع جمعيات صغيرة وإمكانيات صغيرة في رقم تكور مليح مدربين عالميين وفي انتدابات يعني ضخمة والجمعية ما تكورش مليح ثم الضغط ثم الضغط كرة كلها ضغط. شكرا لك سي وجدي على حضورك معنا بارك الله فيك بروين تيجي يعطيك الصحة سي علي الكعبي شكرا لك وأحمد الصالحي شكرا للأولاد الكل في الإخراج أجمل تحيات إسلام المنطقة.